أهلا بحضراتكم. فن المحاكاة يتجدد بكم ومعكم، وفي كل إطلالة جديدة لنا نكتسب مزيدا من الحب منكم ومزيدا من الثقة في أن نقدم كل ما هو جديد. وربما اليوم بيسعدني أن تكون معي أيضا وبشكل مستمر بإذن الله زميلتي العزيزة غادة حفني. مساء الخير يا مساء غادة. الخير يا طارق، فعلا مبسوطه جدا معاكم واني هكون معاكم في فن المحاكاه. زي ما قلنا وزي ما قدمت لكل الساده المشاهدين ان فن المحاكاه طبعا بيقدم متعه رائعه لطبعا مسرحيه من ضمن المسرحيات اللي فريق اعدادنا قام باختيارها، وكمان هيكون معانا ضيوف فيحدثونا عن شخصيات المسرحيه وكمان الشكل الاجتماعي الخاص بالمسرحيه اللي هي طبعا هنتكلم عنها النهارده، وكمان هيكون في مشهد جميل بيني وبينك في جزء من نص المسرحية. جميل. هي الحقيقة مسرحية تنتمي للمسرح الشعري، وهو واحد من أجمل وأصعب الكتابة، أصعب أنواع الكتابة المسرحية. وكاتبنا الأستاذ محمد حافظ كاتب نص هو الزهراء، عشق أجله الكبر أو الكبر وطوته الحرب. نص هتستمتعوا حضراتكم بكل المعاني الخاصة بيه، ومن خلال قصة حب بينسجها هذا كمان المؤلف. فيها عبر وفلسفات اعتقد ان احنا هنستفيد منها كتير جدا صحيح، من خلال قصة الحب اللي ما بين الزهراء وما بين وما بين ها ابا ايه أبا نويرة. أبا نويرة، تمام، نسيت اسمك. لا تمام لا، أبا نويرة بالفعل هو هنا هي محبطة كثيرا، ولكنه هو أكثر تفاؤلا ويشجعها على التفاؤل وعلى الإيمان بالحب لتجاوز كل العقبات والانتصار حتى على الأعداء في ذلك الزمان. صحيح، ده طبعا بعد ما ننتهي من تقديم الفقرات هتكون ده هيكون هذه كاتبنا القراءة المسرحي طبعا بعد يعني بعد قراءة المقدمة لجزء من النص طبعا جزء طبعا جزء صغير من النص هنقرأه أنا هيكون وزميلتي معانا. غادة. نعم، اتفضل. هيكون معانا طارق في الفقرة الأولى الكاتب المسرحي محمد حافظ طبعا يحدثنا أكثر عن المسرحية وعن الشخصيات الموجودة في المسرحية. يكون معاك الفنانة لبنى، هتتكلم معاها عن إيه؟ الحقيقة الفنانة لبنى ونس، يعني أنا سعيد جدا ان انا هعمل معاها هذا الحوار، لاني اعرفها منذ كنت ادرس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والاخراج، وكانت هي تسبقني ربما بعام، وكانت تقدم اعمالها المسرحية على خشبة مسرح الاكاديمية او علي فهمي، وهي موهبة متفجرة وموهبة حقيقية، وربما هي التي عطلت تقدمها لأسباب أسرية، ولكن لا يمكن أن أنسى أدوارها في المعهد العالي للفنون المسرحية، وخاصة مسرحية الدب أو الجلف لتشيكوف أمام زميلنا وصديقنا علاء قوقة أو الدكتور علاء قوقة الآن. لبنى ونس لها العديد من الأعمال الهامة، كان آخرها جزيرة غمام، وكان صحيح. مسلسل ناجح رائع للغاية، طبعا، وكان ليها أيضا مشهد مهم جدا أو عدة مشاهد في مسلسل فوق مستوى الشبهات مع الفنانة يسرى ونجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، وأيضا مسلسل الخنكة وعديد من الأعمال كمان طارق انت السينمائية. تحاول تسألها لنا عن الانطلاقة الأولى كمان في حياتها الفنية، ويعني اتكلم عن طريقة في الحياة الفنية أنا هتكلم مؤخرا معاها طبعا هتكلم معاها جزيرة عن كمان إيه غمام. اللي بيعطل الفنان، يعني ليه توقفت حوالي 15 سنة؟ ده شيء معطل جدا ان انت تتوقفي هذا وهي موهبة رائعة. وهي موهبة رائعة بشهادة الجميع، ودي فعلا هتكون موضوع الفقرة الثالثة. وسعيد ان انا بستضيف زميلة ليا موهوبة وابتدت تاخد حظها وحقها الفني الحقيقي الذي تستحقه، ودي بتكون كل فقراتنا النهارده. صحيح. غادة سنذهب الآن إلى لفاصل فاصل قصير جدا ونعود لقراءة مشهد من مسرحية الزهراء.